اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حساب مغلق على تيك توك خاص بكم. سوف نضغط على ضبط الإعدادات، سوف نقوم بضغط على تطبيقات، سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بضغط الموافقة، سوف نضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيك توك. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.